أخبار مكافين أنا وميسان ببقية فقرات صباحنا لليوم. وصلنا لفقرتنا الأخيرة سالي. دائما بالصيف تكتر المشاوير والطلعات المكياج والفوتات، وبتهتم كتير النساء بأنفسهم وبيحاولوا يطلعوا بالصورة الأجمل. عالم التجميل وخصوصا عالم المكياج دائما بتطور، ألوان جديدة بتدخل، وكل السيدات بتحب تكون على اطلاع بهذا الموضوع. سالي، لحتى نعرف أكثر، معنا اليوم خبيرة التجميل أنجيلا ميرسالة، جرجوس. يسعد صباحك ميرسي، أنجيلا. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا. يسعد صباحك أنجيلا. بدنا نصبح على رزان. يسعد صباحك يسعد رزان. صباحك رزان. يعني مثل ما قالت ميسان، بالصيف بتكتر مشاويرنا، وعن جد يعني دائما الأنثى هي بتحب إنه تهتم بجمالها، بمظهرها، بميك اب تبعها. فأنت هلا رح تعرفينا شو هيك آخر صيحات موضة 2021 بالميك اب. هلا اولا كتير دارجة الالوان الضايجة، يعني مثل الاورنج، البينك، البيربل كتير، وتكون مات على عيون. كمان دارج قصة النو ميك اب، يعني بدنا نحط شي كتير خفيف، ماسكارا حمرة خفيفة مع شوية شادو خفيف، يعني بيكون يعني وكمان ميك اب نو ميك اب هن بيقولوا له. ميك اب نو ميك اب، بس انه فيك بيكون شوي. نعم. كمان في عنا الاي لاينر، في موضة جديدة اسمها جرافيك لاينر. اللاينر بيكون خط خفيف اخر العين مع وصلة لفوق الكريز تبع العين، بيكون هيك شوي ارتيست معمول. يعني الالوان الضايجه غابت فتره من الفترات بالموضه المكياج، وشفنا اتجهوا نحو الالوان الترابيه فتره طويله والالوان صحيح. الخفيفه. يمكن سالي صحيح. هلا عم ترجع هي الالوان ضايجة. الضايجه حلوه، يمكن بالصيف تحاولي تجربيها سالي. هلا بدها جرأه ميسان، يعني عن جد هيدا الالوان بدها جرأه. ويمكن انجيلا رح هلا تعرفنا عليها اكثر. معنا وجه جميل يعني ممكن تشتغلي عليه. اكيد شو رح في مجال فيه. تورجينا اليوم أنجيلا؟ اليوم رح نعتمد شوية بينك مع موف قوي، بيلبق لك كل شيء و... رزان. وعادية حمراء عادية يلا هيك. خلينا نبلش نشتغل هلا. دائما يعني كل سنة بيكون في تجديد بالميك اب. وقت عم نحكي عن الميك اب نو ميك اب، شو هي الأساسيات يلي بتستخدمها السيدة لتظهر بشكل رايق؟ نعم. وبنفس الوقت يعني مبين انه هي شكلها طبيعي. انجيلا، هلا اساسا بدنا نبتعد عن الفوند اللي بيجي فول كفر. لازم نعتمد الفوند الخفيف مثل كريمات البي بي، او حتى نعتمد بس السان بلوك ونثبته. نعم. وكمان على العيون بدنا نبتعد عن الظلال القويه، الوانها يعني حلو. بس شويه عسلي او بيج او هيك اشياء. ممكن نعتمد بلشنا ايلاينر بالبينك ما خفيف. اي بلشنا باللون البينك على الزاوية الخارجية للعين، ومنفوت شوي شوي فيه لجوا. بعدين بنستخدم شوية موف قوي على نهاية العين، الزاوية الخارجية السفلى هون. لكل الصبايا يلي هلا حابين يعرفوا ايضا الطريقه الصحيحه للميك اب، يعني ميسان في كثير صبايا ما بتعرف كثير تتمكياج، صح. وعادي كثير يعني مثلي انا يا دوب حط الماسكارا. ففي كثير انه صبايا بتقول انه انا مثلا عيني صغيره، عيني مبطنه، شو بيلبق لها اكثر؟ صحيح. يعني انجيلا مثل ما عم تقول سالي، كل عين بيلبق لها شيء. مثلا في حال العين الصغيره بتقدر تحط هاي الالوان؟ اكيد الالوان ما عندها مشكله، بس المشكله هي طريقه التطبيق. يعني لازم تعرف طريقه التطبيق الصحيحه. نعم. ان ما تحط على كامل العين، بس من الزاويه الخارجيه، ومن قدام تعتمد شيمر خفيف لحتى يفتح لها قلب عينها. هي العين الصغيره. ايه العين الصغيره، العين الكبيره ما عندها مشكله، ممكن تمد لجوات العين اكثر. احيانا في بعض الاشخاص، في بعض السيدات بيحاولوا يصغروا عينهم اذا كان حاسين انه عندهم شويه جحوظ في العين. صحيح. او هي كمان هدول بتكون لهم طريقه معينه طبعا بحط الشادو. بدهم يعتمدوا الوان سموكي،
تطبيقه على كامل العين، بدهم يعتمدوا كحل اسود بقلب العين بيعطي تصغير قلب العين. اما الالوان الفاتحه فهي بتكبر بتوسع المساحه اللي نحن حاطينها مطبقين عليها. نعم. ايضا كمان ميسان بدنا نحكي عن السيدات يلي لهم حصه لازم يكونوا اللي عندهم شفون شوي يمكن مع الزمن بتحسيها تتبطن شوي بطنه، فشو بدنا ننصحهم اللي ما عاملين شد اشفان؟ خلينا نحكي بصراحه يعني. بدهم يطبقوا لون غامق على الجفن الزايد اللي عندهم، يعني هي الجفون لازم نطبق عليها ألوان غامقة كرمال تخفيها، أما إذا الفاتح فهو رح يبرزها أكثر. يعني فينا نقول سالي انه هو وقت نحكي عن الميك اب عالم كثير واسع وما ممكن سهل الدخول له كل سيده انه هي تعرف تهتم بحالها، ولكن مع الزمن بتحسي انه كل امراه بتصير بتعرف شو بيلبق لها وشو ما بيلبق لها، وبتقدر من خلال شغلات خفيفه تظهر بالشكل الاجمل. يعني وقت عم نحكي عن الميك اب نو ميك اب، يعني ايام زمان كانت امهاتنا اصلا يحطوا شغلات كثير خفيفه حمراء وقلم كحل، حتى كان نفس الحمراء يعني على الجد مثل ما قلتي انا بتذكر نفس الحمراء على الخدود تماما. ايه كانت تقول لي يعني ستي انه نحن انا بعرسي حطيت حمرة التم والخد، بس هلا يعني هلا في هلا في كثير ادوات وماركات ومنتجات جديده. نعم. يعني بتخدمنا باشياء معينه. هلا حطينا تحت العين شو اللون يلي حطيناه انجيلا؟ نفس الالوان اللي فوق العين منطبقها لتحت العين ليكون في تناظر. وقت بنكون عم نحكي على الزهر او البينك هون اي الوان منطبقها على العين لازم تكون متناظره مع تحت العين. نفس الدرجة أو غير درجة؟ ممكن نخفف ممكن نقوي حسب نحن شو بدنا، إذا عنا العين من فوق صغيرة لازم نقوي من تحت لنعطيها مساحة. وبالعكس لما بتكون كبيرة منخفف من تحت. واللاينر أنجيل؟ ممكن دارج إنه ما كتير نطبق، إذا كان الميك اب خفيف فينا نبتعد عنه وفينا نعتمد خط خفيف. يعني اللاينر بما انه ما كثير عم يستخدم بالفتره الاخيره، هل هو دائما لازم يعوض عنه برموش او المسكرة احيانا كافيه؟ لا المسكرة كافيه، اذا نحن معتدين نو ميك اب المسكرة كافيه ووافيه. تماما. يعني رزان شعرها اسود، خلينا نحكي ايضا عن اللي شعرهم اشقر، الميك اب بيختلف للي شعرهم اشقر، درجات مثلا الترابي بيستخدموها اصحاب الشعر الاشقر، شو رايك انت ولا فيهم هن او يعملوا اورانج يعملوا زهر؟ لا حسب هن شو بيحبوا. بيتطبق على كل انواع الشعر وان انواع البشره ما أنا مشكله. ولون الفونديشن؟ لون الفونديشن لازم يكون قريب من لون البشره او افتح بدرجه او اقوى بدرجه حسب الصبيه شو بتحب تطلع، لون فاتح او لون غامق، بس ما لازم كثير نبعد عن لون البشره. يعني ما دخلها يعني بالشعر شو لونه، هي دخلها بلون البشره اغمق بدرجه افتح بدرجه. بس الاشقر اكثر شيء بيلبق له السمار. سمار البرونز. روح سمي حالك يا سالي، خلص صار بلشت الصيف. هي لا عن جد صار بدها انه برونزاج. يعني ميسان انت كمان من الشعر الاسود ولكن من البشرات الفاتحه، ودائما بيعتمدوا الصبايا انجيل انه عن جد في منهم بيحبوا يقووا ميك اب، يعني هن حتى بالصبح بيحب وهيك حسب هن شو بيحبوا يعني. ف يعني شو في نصائح هيك ممكن تقدمي لهم اياها للصبايا، انه ممكن كل ما كان الميك اب هادي كل ما كان بيعطي احيانا تكون كثير حلوه البنت، تحسي انه انتزع شكلها احيانا من كثر ما بكثر ميك اب. اكيد هلا الميك اب القوي كثير على طول ما عاد بيعطي البشره حقها او الوجه وجماله حقه. اكيد لمسه بسيطه بس بتكفينا لنبين جمال العيون جمال الوجه كله. نبرز اجمل شيء بالوجه وبس، ما في داعي يعني انه الميك اب القوي ما نشرت لحتى تطلع الصبيه حلوه. هلا عم تحطي حمرة لونها قريب من لون الشادو؟ ايه هي جاية مو مات كأنه فيها لمعة جاية ايه جلو وشوية بينك هي. هلا وقت كنتي عم تحكي على الألوان اللي دارجة قلتي إنه حصرا مت المت وقت بينحط فوق العين شو بيعمل شكل مختلف عن وقت بيكون في جلو شوي يعني؟
هلا الجلو بيعطي انه مثل كانه اضاءه للعين، اما المات فهن درجوها السنه من دون اي نتفه شامر او جلتر يعني او اي شيء. حتى لو كانت هي الالوان قويه فينا نستخدمها ديلي بقى، بيصير يعني نحطها بشكل يومي ديلي انه الوان، بس هي ما كثير ظابطه على شغل او هيك، ممكن اذا مشوار جميل اوكي ما أنا مشكلة. الجليترات أنجيل، شو بدنا نحكي عن الجليتر؟ الهايلايتر عشقي الجليترات عن جد، بيعطي الميك اب رونق وجمال. بيفرق فرق شاسع فورا، يعني بيفرق معك الميك اب بس تحطي لمسة جليتر خفيفة. بس هو أكيد أكثر شيء مناسب للسهرات، للأعراس، للمناسبات. الجليتر أهم شيء بيكون. حلو كتير. نحن هيك خالص الميك اب؟ ايه خلينا بس اخر شيء نحط له برونزر. نعم، يلي هو بيعطي. تمام اوكي، برونزر على الخدود. هلا ممكن لبشره مثل رزان فاتحه صافيه نقيه انه ما نحتاج لفونديشن غامق، وممكن نحط لها البلاش يكون على روز؟ اكيد حسب هي شو حابه بنحط لها. بس يمكن الصيف دائما بيستخدموا فيه البرونز اكثر لانه بيعكس، يعني بيعكس الالوان الصيفيه، بتحسي انه بدها شيء برونزي لا من خلال شيء من روح الشمس. من روح الشمس يعني اكيد. هلا اخر شيء بنحط هايلايت خفيف على راس الخدود، على الانف شوي، وكمان هون اسفل. فينا نعتبر انه هذا الميك اب يعني ميك اب خفيف اصلا، ما انه ميك اب ثقيل. خلينا نوجه صورته لرزان على الكاميرا لنشوف الفول ميك اب الناعم. ناعم كثير. ناعم ناعم ولا بلا، هي وجهها حلو. شكرا كثير لك انجيلا يعني على هالميك اب الحلو، على المعلومات اللي قدمت لنا اياها لليوم. نتمنى كل الصبايا يكونوا استفادوا منا لحتى يقدروا هيك يستفيدوا منا. شكرا لكم على الاستضافه الحلوه، وان شاء الله على طول بنضلنا باحلى طله. ميرسي، يعطيك العافيه يا انجيلا. واكيد شكر لك يا رزان، وعن جد نورتي صباحنا لليوم. يعطيكم العافيه.